أنا دكتور عوض بصار، أستاذ الأشعة في كلية طب الزقازيق، وأنا لي بكرة إن شاء الله الصبح في المؤتمر توك عن الإيمجينج ميد سايكاتري، اللي هو يعني علاقة علم الأشعة بعلم الأمراض النفسية. يمكن ده مجال جديد كان قبل كده مش معروف، أي علاقة بين الأمراض النفسية وعلم الأشعة. حالياً علم الأشعة بيتدخل في تشخيص حالات الأمراض النفسية ومتابعة علاج الأمراض النفسية، والجديد فيها كمان اكتشاف المبكر للأمراض النفسية والاستعداد الوراثي للأمراض النفسية، مما يخدم في تقليل الأعراض وتقليل تكلفة العلاج. وفي نفس الوقت الأشعة حالياً بتتدخل في متابعة الأدوية الحديثة ومدى تأثيرها، بحيث إنها تحدد قدرة الأدوية الحديثة في علاج الأمراض النفسية، وكذلك بتساهم في استنباط أنواع جديدة من الأدوية لعلاج الأمراض النفسية.